عندما أعفيك من عتابي وسؤالي عنك فهذا يعني أنني أعفيك من أن تكون شيئاً يعنيني ويهمني. فلا تعتقد أن صمتي وعدم عتابي يعني رضاي أو قبولي بما فعلته، بل يعني أنك لم تعد شيئاً يذكر بالنسبة لي. تعني أنك عدت غريباً تماماً كما كنت. تذكروا أن العتاب كالحب، فلا تمنحوه إلا لمن يستحق.